اليوم الشارع اللبناني وانت منك بعيد عنه عم بيغلي، يعني اليوم الشباب موجودين بالشارع عم بيطالبوا بعدة ملفات. بالبداية، هل انت مع يلي عم بيصير بالشارع، نزول الشباب للتظاهر ضد الفساد، ضد النفايات، ضد هالطبقة السياسية، وشو الرسالة السياسية اللي انت وصلتها قبل؟ اللي انا حبيت اقوله انه ما بينضحك علينا بقى، حتى التحركات اللي عم بتصير إذا عن جد قدرة توصل لهدف بيكون في معجزة من رب العالمين. ليه؟ لأنه الشعب مش طالع بإيده يعمل شيء نهائياً، عم بيوصل لمحل مسدود. القرار منه قرار لوكل، قرار أكبر بكتير من هيك. يعني السياسي عنا ما عارف أصلاً شو عم يعمل أو شو بده، عم بينقله هيك عم يتصرف، مع كل احترام إلى الكل. في نحن عنا جمهورين صح؟ هيدا الجمهور دايما بيشتم هالجمهور انه هو عنده دعم خارجي. طب هيدا الجمهور ما عنده دعم خارجي؟ ما هن اتنيناتهم عندهم دعم خارجي، مين عنده دعم داخلي؟ ليش؟ ما حدا عنده دعم داخلي، ما حدا يعني ما حدا. نحن شباب عم نعاني من بلد جدا فاسد، من بلد الطقم السياسي تبعه للاسف صار بده بيك تايم تغيير. اصلا انا لو محلهم كنت بروح بقعد بالبيت. ما في كرامتي بعد بالدق، يعني انه يعني في كرامه هالشخص اللي الشعب لا ريده ولا حبه ولا طايقه، ولكن هو ماسكه عن دينته لانه عم بيعلم له اولاده صح، لانه عم بشغل له كم شخص، لانه حاطط كم واحد بالدوله، فماسكهم من الجرح اللي بيوجعهم. يعني هون بينزلوا العلم او ما بينزلوا؟ لازم ينزلوا شادي، يعني بالنهاية لازم ينزلوا، بس أنا أتمنى أنهم يوصلوا للي بدهم إياه. هيدا كل اللي تمنيته أنا، أنه يا رب توصلوا اللي بدكم إياه. ولكن عملت هاشتاج صغير أنه التنظيف ببلش من الغميق، مش إذا شلنا وسير أو نايب أو يعني نحلت. لازم الشعب اللبناني عن جد يحط إيد بإيد بكل معنى الكلمة هالمرة، لأنه هيدي فرصتنا الأخيرة. عملنا تغيير منكون عملنا تغيير، ما عملنا تغيير ما تعذبوا حالكم، لأنه اللي قبلنا كمان حاولوا ما قدروا.